هاي فير، أنا محمد سلام وهدفي إني أوصل لك المعلومة بشكل بسيط وممتع، وعشان كده أنت على قناة متعة التعليم. الفيديو ده هيكون عبارة عن اختبار ليك الاستخدامات دو وداز وديد. احنا اتكلمنا عن استخدامات دو وداز وديد بالتفصيل في فيديو قبل كده، لو ما كنتش شفت الفيديو ده هسيب لك الفيديو في شاشة النهاية في البطاقة الدعائية. طبعا الكلام ده لو أنت بتتفرج حاليا على اليوتيوب، وزي ما احنا شفنا طريقة الأسئلة في الفيديو اللي فات، الفيديو ده كمان هيكون بنفس الشكل تقريبا. عندنا 10 أسئلة، مع كل سؤال بنكتب الإجابة في التعليقات، وبعدين بننقل على السؤال اللي بعده وتكتب الإجابة، وهكذا لحد ما نخلص العشر أسئلة. وما تنساش وانت بتكتب الإجابة تكتب رقم السؤال، وبعد ما تخلص العشر إجابات هتشوف جاوبت على كام سؤال صح، تحسب درجاتك وتكتب انت جبت كام من 10. ولازم طبعا تحل بنفسك قبل ما تشوف الإجابة. لو اعتمدت انك تتفرج على الفيديو بس من غير ما تحل بإيدك وتكتب الإجابة، أوعدك انك مش هتستفيد من الفيديو ده بأي شكل من الأشكال، وحتى لو استفدت أكيد هيكون أقل بكتير من اللي بيقعد يفكر ويجاوب ويكتب بنفسه، وحتى بعد كده هتنسى بسرعة جدا لأنك مشاركتش بنفسك وكنت مجرد متلقي. دلوقتي مع السؤال الأول، انتوا عارفين ان حتى السؤال مش بقراه، لكن هحاول اساعدك شوية في الفيديو ده، شوية صور ترجمة لبعض المعاني كده يعني. ولو انت عايز توقف الفيديو وقفه براحتك وجاوب، وبعدين ارجع شغاله من جديد. المهم تكتب الاجابة، وحتى لو جبت 0 من 10 مش مهم، المهم تحل بايدك وافتكر اننا في مرحلة تعليم مش تقييم. يلا بقى جاوب على السؤال الاول. كلمة spicy food يعني اكل مشطشط او عليه توابل كتير، يعني لما بتروح كنتاكي ويقول لك عايز الاكل عادي ولا سبايسي. سبايسي يعني مشطشط عليه توابل كتير. خلاص كتبت الاجابه في التعليقات، انقل بقى على السؤال اللي بعده. اكيد السؤال ده سهل، وخلي بالك ان رشا ده اسم، ودايما الاسماء بتبتدي بحرف كبير في اي مكان في الجملة. لو كتبت اجابة السؤال ده في التعليقات انقل بقى السؤال اللي بعده. السؤال الثالث اعتقد السؤال سهل جدا برضو، ولو مش عارف يعني ايه كلمة درايف يعني يقود يسوق يعني. السؤال اللي بعده، عايزك تفتكر امتى بنضيف للفعل اس، وامتى بيكون في المصدر، وامتى بيكون في الماضي. احنا شرحنا ده بالتفصيل، وارجعوا للفيديو تاني لو نسيته. ها كتبتوا الاجابة، ننقل على السؤال اللي بعده. help يعني يساعد، ما تنسوش تكتبوا رقم الإجابات وانتوا بتجاوبوا. السؤال السادس معانا، enjoy يعني يستمتع، والسؤال ده طبعا في صيغة الماضي. السؤال اللي بعده، your parents يعني والديك، باباك ومامتك، smoke يعني يدخن. خلاص كتبتوا الإجابة؟ لو لسه عايز شوية وقت تقدر توقف الفيديو عشان احنا ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال الثامن، speak يعني يتحدث، وانا عايز اسأل هل هو يتحدث الانجليزية؟ يا ترى هنستخدم الفعل في الماضي ولا في المصدر ولا ايه بالظبط؟ يلا اكتبوا الاجابة. السؤال التاسع، طبعا ناخد بالنا من الزمن المستخدم. سؤال سهل مش كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف السؤال الأخير.
انا مش هساعدكم في السؤال ده خالص، وعايز اشوف هتجاوبوا صح ولا لا. يفترض دلوقتي انك كتبت 10 اجابات في التعليقات، ودلوقتي هيكون معاك ورقة وقلم، وكل سؤال جاوبته صح ادي لنفسك درجة. إجابة السؤال الأول doesn't، طبعا عشان الضمير she والجملة منفية، ادي لنفسك درجة لو جاوبت صح. إجابة السؤال الثاني does، لو كانت إجابتك صحيحة ادي لنفسك درجة كمان. وطبعا لو مش عارف احنا ليه اخترنا does اسألني في التعليقات، بس عايزك تشوف الفيديو الخاص باستخدامات do does و did الأول، لأنك غالبا هتفتكر لما تشوف الفيديو. إجابة السؤال الثالث does، اتمنى انك ما تكونش غلطت في السؤال ده. كلمة your father مفرد معناها باباك، هل باباك بيسوق عربية حمراء؟ ادي لنفسك درجة لو جاوبت صح، مع اني اعتقد ان فيه ناس كتير ممكن تغلط في السؤال ده. السؤال الرابع اجابته play، طبعا احنا عارفين ان بعد do او does او did بيجي المصدر. السؤال الخامس did، اكيد عشان كلمة yesterday. السؤال السادس هنستخدم المصدر يعني enjoy، ادي لنفسك درجة لو جاوبت صح. اجابة السؤال السابع do، طب ليه ما اخترناش are؟ لاحظ ان الفعل هنا مش مضاف ليه ing، احنا بنسأل عموما هل هم بيدخنوا ولا لا، هم مدخنين يعني، ادي لنفسك درجة لو جاوبت صح. السؤال الثامن speak في المصدر طبعا، ما تنساش تدي لنفسك درجة لو كانت اجابتك صحيح. السؤال التاسع اجابته did عشان last night الليلة الماضية. السؤال العاشر اجابته does، دلوقتي بقى اجمع الدرجات واكتب درجتك تحت الاجابات اللي انت جاوبتها، لو جبت 10 ليك قلب، ولو جبت 9 ليك وردة، وهضغط على علامة الاعجاب لو جبت 8، اما بقى لو جبت 7 او اقل هستنى منك صينية البسبوسة. ومش عارف ليه عندي احساس قوي جدا اني هفتح محل حلويات بعد الحلقة دي من كتر البسبوسة اللي هتجيني، وغالبا انتوا اللي هتشتروها تاني برضو. بعدنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي، مع السلامة.